صباح الخير، صباح النور، صباح السهر. صباح الساعة 8. الساعة 8 الجمعة وحنا ما نمنا من أمس الخميس. خل قولهم شو السبب. يلا قولي. دخلت غرفة تظاهري الساعة 9:30 مساء، أبعزلها ورتبها عقب سنة دراسية كاملة 3 فصول، ما طلعت منها إلا يمكن 1:30 زي كذا. بعدين رحت لغرفة ميسو طلعت منها 3، دخلت غرفة نوت طلعت منها 6. يا الله وش ذا القش لكم؟ وش هالقرشيع؟ ضاري أطول شي صح؟ 4 ساعات. إيه ضاري، لأني أزير له كل شي أنا، أنتم عشانكم ساعدتوني بغرفكم. الله يصلحن البنات، وضاري غرفهم مليان قرابيع وقرشيع، وأنا ما غير عزل وكبكب وانظف ولمع. سعدتن اي شيء ما تبونه، اي شيء خربان، اي شيء ما يستخدم يلا برا، اوت. ما احب ان الاغراض تتكدس، ولا احب شيء بالغرفه ما يستخدم بس كذا مغبى، ولا شيء خربان، ولا شيء ما يبغى. اليوم سويت لهم حمله تنظيف كبرى، ما خليت شيء ما مسحته، أدواتهم، الأثاث حقاتهم، الأدراج، الكرسي، الدواليب، يصير فيها مثلاً خطوط شخميط من الألوان، بقايا ملصقات، ويلا أجيبهن وأعطيهن بخاخات اللي تزيل البقع، ويلا أمسحن. ثلاثتهم جلب. تدرون ليش ما أخذنا وقت حق الأيباد؟ أي ما أخذوا أيباد وجلسون تلفزيون، ما تعشى. العشاء ما تعشينا. نسينا تعشى. أبعوضكم من الفطور يلا. وش نفطر؟ نروح نفطر، إيش رأيكم؟ وين وش خلنا نفكر وين نروح نفطر؟ نروح بوفية؟ إيه يلا. والله جاي على بالي روح مزرعة، يا ليت بس بابا صاحي ودينا وأجلس على سفرة نواشف، خبز حار وشاهي. الله. اسكتي تشهتين. طيب وش الحل الحين؟ مستحيل نروح مطعم لأنه بابا ما يطيح. أنا عندي حل. ويش؟ نروح التميمي، مين نشتري لنا بعض النواشف زي كذا مع خبز حار وخلاص، ونجيب لنا شاهي ونحط هنا وناكل. فكرة حلوة. ثم نروح بعدها طبعا ما ننسى وقتنا حق العباد، ثم نعاد ننام. فكرة مش بطالة. وانت ضاري عندك فكرة شاي؟ الو نوت عندك فكرة؟ أعطيه لكم مكرونة. لا ما احنا ماكلين مكرونة بهالفجر، تخيل صحيح ما ماكلين مكرونة، ايش رايك ميسو؟ ما يجي، اقول احسن خلنا الجو ونطلع برا احسن. اي أيوة والله صدق، والله كذا انا تعبت نعوض تعب 10 ساعات. ضاري قمت الموافقه نروح التميمي. يلا نروح نجيب فطايرهم. يلا يمي. يلا ميسو نزلنا منزلت نايمه، مش طق علي سياره، قلت يلا قومي. تفكرين بو تشترين؟ ابي انا فطاير باللبنه والزعتر. اوكي طبعا احنا اول 2 نتفق باللبنه والزعتر. انا ابغى محمر سبايسي. يلا انطلاق الى المخبز هناك. يمي الرائحه. ميسو لفوا يسار، هون مقبلات تبون ولا مخبز؟ هلا والله بالتنور ومن بداخله اللي بيتزا فطاير شي. هذا المنيو بفطيرة لبنة. انت ايش فيك هاللبنة اليوم؟ لبنة بعد مرة جانين. وين؟ يكون حلا يا نوت، صلحت انت تحوسين عند الحلويات. ايه قايلة انا 15 ريال. ماما الله يخليك، جايين ناكل حلا احنا، ما جينا نفطر. الله يصلحك. طيب جيبي هذا ما في، شوفي نخليه تحليه هذا بعده. تارت يمي، هذه مو تحليه يا دمو يمي، اطلبي لنا. طيب لا ما عندنا نار. ها ايش تبي انت بعد؟ تبي دناك ملت. اهلا اهلا بالعيد، الله يصلحكم. كوكيز. طيب فكر شوي بس، اطلبوا فطاير اولا بعدين نشوف الحلا. طيب بعدين نطلب ورق عنب. طيب ما ادري ها ويش
جاهزي انهيار. يعني بستهبل. طرا. بسم الله عليكم بسم الله عليكم. هم مسكنهم مساكنهم. اللهم مسكنهم مساكنهم. إغراء إغراء تام. يومي كتو. سليم. أدي ورقينا. تكفين تكفين تكفين. يعني كثرة الطلبات. وين ورقة؟ وين ورقة؟ وين ورقة العنب لو سمحت؟ أوكي. باي. مهتوين مهتوين يدورون. هنا ورقة العنب. الله يصلحك. وش جاكم أنتم؟ أدمنتوه مؤخرا؟ ما عرفتكم. وش ذي مع بعد؟ هلا والله. هلا بطوكيو. لا لا ما احنا مسافرين طوكيو، نبي نصيف ببريدة. بريدتنا 14. طيب ولذيذ مو بلذيذ؟ نشوف وشو من اللحية. انا احب الورق العنب. يومي خلاص طلبنا طازج وفريش. ودي طيب يوم كذا متوسط اخذها. ايش جايكم انتم؟ خلاص طلبنا. ورن هذه حلوه. خلينا نشوف كيف سووها عشان زي لكم مثلها بالبيت. يا ربي جهرتها قبل ما سوينا شيء. قبل ما في كاميرات عاد. شوف هاي هذه مرتديلا يا ماما وطماطم وجيب ايش رايح كله بثلاجتي ذي ذولي. لا بس انا ابيها مليله عشان يزينونها بادوات. ان شاء الله عاد وراها بمتوسط يعني فطورك يتغير. تصيرين كول ان شاء الله. ايش جاك انت؟ هذه خلاص طلبنا فطاير. ابي ما شاء الله على الصحي. هذه خلاص بشري لك. طيب سلام. اشوفي هذا هذا صحي. وش هذا؟ ليس بس نقيت ولا ما ادري نقانق. ما احب انا النقانق. تقانشان عند الكوكيز صح؟ خلاص لما ناخذ ابيض ما بيقلدكم. كل واحد ياخذ اللون اللي يبي. فرحانين على الكوكيز. قصدتوا بعد الفطاير يا نوت؟ لا 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 ما اسمع. شفتوا ما صبرا ما صبرا ابد. انا صبرت. أنت بطل لازم يكافئ. الله يشفيكم. جيبوا السلة يلا. أخذت الأكل. باي باي. أنا وياك. كوكو نويا كوكو. كوكو كوكو. ولا ما في معلوم. لا معلوم شاهي. امسكيني نوت. شطوره يا بعد مصاريني. انت تفتحين ظهري. شيل ظهري. ليش عم تسوي شيء؟ رجل عائله انت. ظهري عيب. تعال شيل السله اصلحك. خلاص بزعل عليه. نزعل عليه انا وياك. لا تشوف كذا زعل. يصير جروب. يشوف الخالد حقي. يشوف اي شيء زعل. اوكي؟ لا يشوف يوتيوب ولا يصور فلوق معنا بكره. طلبيت شيء انعد عندنا. نو 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 لا تمزعن. يا ربي شلون اطلعهم ذولا؟ ارسلوا لي حلول لاستخراج الاطفال من سوبر ماركت ومحلات الالعاب. شو زين شو زين يعني اسوي شو اسمه؟ خلي هذا الحارس الامن يصوت لهم بالمايك يقول رجاء من نوت ومياس وطاري الخروج حالا. ما في لك كذا وميسو هناك حسب بالملعب. يا الله والله فشلت انا الحين. فشلت مره. اشواني انا الصبح ما في احد. جاك وانتو هذا عدي بحالك. يا الله وش بعد؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صبر جميل والله المستعان. اني بريئه منكم. ما اعرفكم. انا راح اركب سيارتي وامشي. يا رب تصلحهم. شو رايكم؟ ماذا ماذا
صدقون ان الحين نمشي بالشارع؟ اي والله ما في احد. في حد بالشارع؟ الناس نايمين. في عمال بس وبلدية. يلا وصلنا بالسلامة الحمد لله. هي نفطر، صار غدا مير، تأخرنا. كذا احاول امسك. خلي ضاري وميس، ضاري ونوت من عند القلب اطلعوا. تعالوا اطلعوا وجيكم. نوت سوي كذا عشان يبان كذا ازين. شب ايوه هاي انتم في قلوبنا. وهذا فطورنا الخنفشاري. لذيذ. ايش رايك ضاري فيه؟ يخبل.